متفرجش في التلفزة التونسية الجملة ليه ما عادش من وقت ايش معاك صافي تري لونطون اما تحضر اما تحضر في لي بلاتو لا نحضر في البلاتو اللي انا يظهر لي باش نحضر فيه ما نحضرش في لي بلاتو الكل يستدعاوك وتقول لي اي وقول لي ما نحبش علاش هكا ما عينيش حضور الاعلامي يخدمك ويخدم مسرحيتك ولا لا لا يعرفوني يعرفوني العبيد شنو هي المعرفه اللي باش نزيد اي مثل هكا ساعات نحب نحضر ساعات ما يظهر ليش انا وش يظهر لي به مادام الناس معناها نجم نحضر معاهم اللي هو البرنامج يظهر لي كريديبل لطفي عبد الله عليه لطفي به البرنامج نتاعو اي خاطر قلت لي برنامج كريديبل قلت لك لطفي اي سي سا حضرت مع لطفي وحضرت جوستومون هذاك علي حضرت ما قلت لك حضرت مع لطفي حضرت معاه وعملنا جو بالكدا الحقيقه شكون البرنامج الاخر اللي تنجم تحضر بالي ماسك مثلا حضرت فيه امين جار كيف كيف اي اي به هذاك علاش معناها قلت لي على ما مريم الدباخه قلت لك اي معناها خاطر مش ديما نتفرج روا اما حضرت معاها دونك اي حضرت معاها مرتي وقت اللي كانوا في التاسعه وقت اللي ولاو على الحوار معناها انا الحق هي تحترمني والكل لما انا معناها اللي تقول فيا سا مانتيغيس با وكاها ينجم ينتيغيس لو بوز مي با موا بي عندك مالونتوندو صغير مع اعلامي وزميل نوفل الورتاني كنا شفنا انت انتقدت المحتوى المحتوى نتاع البرنامج نتاعو يا اخي هو جاوبك في برنامجه على موزايكا فام في الصباح معناها صباح الناس صباح الناس تصريح ما عجبكش مش ما عجبنيش ما يعجب حد وصلت يظهر لي حتى فكرت باش تقدم قضية بنوفل لي قدمت دي قدمت قضية شنو هي الحكاية؟ هو تو سامبلومون استدعوني في اي اف ام في برنامج الدوامة اللي هو يسألك سؤال انت ما تعرفش شنو باش يسألك راه فهمت معناها انا ما كانش قصدي لا هو معناها باش يجبد لي انا الاعلاميين ولا شنو صاير في لي بلاتو ولا كي قال لي على المنشطين اللي هما موجودين معناها في لي تولك شو اللي منهم قال لي شكون تعطي كارتون روج قلت له نوفل الورتاني خاطر بالحق معناها شهرها ما خليش شكون استدعى حاصيله كرش ليك تكويجه فهمت وهذايا انا قلت مثال سيء معناها الجينيراسيون كامله اللي هي تربيت على الرداءه معناها هو ساهم في افساد المشهد الاعلامي حضرت معاه انت قبل لا لا ما حضرتش حتى مره لا لا ها هو استدعاني راه قبل حتى ما نقول لقيت على الميسنجر لكن استدعاني زاد المره هذه بعد تصريحك هذا استدعاك ما انا هو تصريح نتاع اي اف ام اي بعد تصريحي اي مش بعد ما سبني هو مش بعد ما ما سبني اتهمني بالفساد فساد شنو فساد؟ والله ما نعرف انا ما فهمتش انا شنو هي الفساد فساد اخلاقي معناها أي ولا فساد؟ اي لا لا هو قال خاطر انا ما نجبتلوش بيان سور ما عنديش الحق لا هو لا غيره زاده مش نجبد على وزاره الناس و اكيد اكيد ونقدح أي فيهم ولا فهمت عيب معناها انا بطبيعتي ما نتكلمش في العباد معناها ما نحبش معناها نجبد سيره الناس خاطر حرام معناها مش قطع من ريش وربي حاسبني معناها على الشيء هذا هو قال بالضبط في صباح الناس وقت اللي سألوه لي كرونيكور اللي يخدموا معاه على ردوا لي أنا مرتين قد نهارتها زادة جبد على المطرب سلاح مصباح فنان وقت اللي شد الصحيح شدوا الصحيح باش يجاوبوه مع يجاوبهم قال ان توليكا ليلى الشابي هي وجيلها كامل ساهموا في الفساد داخل الميدان وخارج الميدان هذه الجمله اللي قالها انت سمعتها مش سمعتها عندي الجمله شو سمعتها ملا كيكا ملا هذاك اللي قدمت قضيه اللي قلت جاءت القضاء بيان سور لانه وقت اللي يقول هي ليلى الشاب وجيلها كام ساهم في الفساد ما قالش الفساد الفني يا راما الفساد بحرف حرفيا داخل الميدان وخارج الميدان هذه هي ما نسكتش عليها يعني.